وإلى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه الليلة. نتمنى لكم جميعا نوما هانئا وتصبحون على خير. أسعد الله صباحكم. هنا طال عمركم الجيم، بس عندهم فندق الجيم متواضع، جيم صغير سجن تعرفون، ما عندهم. على فكرة السراب معلق من الصبح، أبغى يصور من راضي يصور، زعلان علي ما أدري شو فيه. ألعب جهاز كروسفيت. الكروسفيت ترى يحرق أكثر عن السيكل وأكثر عن الجري، أحسن في الحرق الكروسفيت. وهذا المنظر طال عمركم، زي ما خبرتكم أمس، شو أقول لكم، كل قزازة فيها حديد. هذه ثلاثة جزء، 1 2 3، أحسن من هذا في حرق الدهون. 2 يعتبر الجري أو على هالمشين أحسن. 3 السيكل. تحياتي لكم. خلصنا الرياضة ورايحين زنزانة مالتنا اليوم، إن شاء الله براعة اليوم. اليوم بنطلع براعة إن شاء الله، بس شوفوا يا جماعة، فنان فنان. خلصنا التمرين، حسين يتريق. زين في الفندق ان ريوق مجانا، يعني نادرا في اوروبا ما تحصل انه يعطونك ريوق مجانا، لازم تدفع، بس هذا شامل مع الغرفه. غيرنا الفانيل على اساس مسكين زعل علينا، مسكين الله يحفظه، قال لازم ليش تلبس اصفر، وخلاص غيرنا حبيبي غيرنا. هذا ريوقهم، زين ريوقهم يعني متواضع وزين. صباح الخير. تليفون ابوي علق، هذا نعطي راحة شوي بنشوف شو بيشتروا لي. لا العموم الحين شو أحلى شيء في السيارة، يطعوا كم شنطة بعد في مكانها، شل شنط بعد، أحلى شيء في السيارة. صباح الخير أجين. خلصنا من هولندا، كان بس يوم واحد حق الأوتليت. الحين وين بنروح؟ تابعونا، الحين بنروح دولة بنجلس فيها يومين، تابعونا بتعرفون شو هالدولة. أول ما بوصل بخبركم إذا كان نت موجود. بخصوص الفودافون، قص علي الفلاسي، قال تشتغل في 5 دول، للحين هولندا ما اشترت، بشوف إذا اشترت في الدولة الجاية بقولكم أوكي، ما اشترت بخبركم. تقييمي الفندق، الفندق صراحة أنا عجبني روعة الفندق، أعطيه صراحة 9.5 من 10. بخصوص الموقع، موقع جميل، بخصوص ديكوراته حلوة، يعني تجربة جدا حلوة. عيب الوحيد أن الله يسكم حمامات مفتوحة بس. تعاملهم جدا راقي، يعني جدا راقيين صراحة. للحين فندقين تعاملهم جدا راقي، طبعا هذا هو، ها هي التجارة الصح. حاط 2 طال عماركم عشان ما حد يقص علي. وهذه هولندا، وداعا يا هولندا، ليلة طيبة كانت. طلعوا الجو يا جماعة، شوفوا الجو كيف، هذي بيس طلعوا الجو كيف. نمشي في الأراضي الهولندية، أمطار خفيفة علينا، شوفوا ما شاء الله الطواحين الهولندية تطحن، الجو ممطر، درجة الحرارة ما شاء الله. شوفوا الجو يا جماعة محلاته، رايحين نحن وين؟ بخبركم ان شاء الله، تابعوا. الجو مغيم طال عمركم، ودرجة الحرارة كم؟ 20 20. سعد الله مساءكم طال عمركم. هذا الفندق اللي سكننا فيه. نحن وين الحين؟ نحن بعد ما قلنا لكم وين. هذه الضاربية من الصبح ما مخلتني اصور واقول انت وين.
انت وين انا وين؟ طال عمركم انا الحين في انا طال عمركم الحين في بلجيكا. بلجيكا في بروكسل. حجي صبر شوي، انا في بروكسل بجلس يومين بزور ان شاء الله اهم الاماكن. يا بروكسل يومين ابغى اكل حلاوه بس، يقولون فيها الحلاوه غير طبيعيه. ابغى ازور ساحه جراند وازور مصنع الشوكولاته وحديقه بروكسل ومني يوروب. وشو بعد كاتب انا شيء كاتب بعد الالعاب، شيء العاب اسمها سكس فلاجز يعني ست اعلام يمكن ولا شيء. المهم هاي الاماكن اللي نحن نبغي نزورها. التليفون الثاني معلق للحين ما جربته، شغال بالتليفون الصغير والنت في دافون للحين ما اشتغلت لا في هولندا ولا في بلجيكا، قال تشتغل في كل مكان. طلعوا خراطين طبعا، بعدني بروح اشيك الحين. اتريا اذان الظهر، اظني هني الساعه 1:41 من صلي الظهر والعصر ان شاء الله، وبننطلق لحد الليل. بحاول اعطيكم اهم الاماكن في بروكسل اللي بزورها. طبعا توقف سيارتك في الباركن بروكسل كلها 4 كيلو على بعض، تحوط هني تحوط تحوط وترد. بخصوص الفندق بعطيكم تقييم الفندق، خلني اسكنه في يومين بشوف التقييم ماله. للحين صراحه استقبالهم جدا روعه، وقالوا لي اذا بتدفع 10 يورو بنعطيك ابجريد للغرفه. ابجريد بالعربي شوف العربي يعني تزويد او رفع او انزين. المهم دفعنا للغرفتين يومين. الغرفه ما شاء الله واسعه، يعني تحس نفس فنادقنا كبيره الغرفه، غالب عليها الطراز الانجليزي القديم. الله يعزكم الحمام كبير ما شاء الله، لوي زين لا باس، والفندق في السنتر. واشكر عبيد على صراحه عبيد الظاهري هو اللي قال لي تعال الفندق هذا، الفندق ان شاء الله فنان، بنشوف ان شاء الله. تليفون بدون جل بريك ما في زين، مسخره زياده سوي ان شاء الله. يعطونا 15 ثانية نصور فيها، 15 ثانية احنا وين نصور؟ اسمع يلعب جيم سوينا 10، الحين بشغل تيبو ثاني بجرب. من دي بجرب شو؟ ها وين سعد؟ ها تبغى تشوف فيلم معاه؟ هاي شوف فيلم طلع. شو اسم الفيلم هذا محمد؟ ما اعرف. مو بحلو؟ حلو. اوكي. جايب ثلاث حاط ثلاث برامج حق الجبلة، شوف هذا. وين بيقولنا هذا؟ هذا أشر يمين. شوف البرنامج الثاني وين بيأشر؟ بعد أشر يمين، شوف أشر يمين. بنشوف الحين البرنامج الثالث. البرنامج الثالث برنامج صلاة اسمه، بعد مأشر يمين ويعطيك صلاة في كل بلاد الدش، يعطيك صلاة بروحه يعني. شفتوا شو حط اللون الأحمر؟ يقولك باقي 23 دقيقة عن صلاة الظهر 1:48. شوفوا كيف قروش صباح الخير. شوف الأجواء بالله عليك، عندنا مطر وقهوة ورطب تمر وكل شيء حلو وطيور بعد. انجوي الحبيب، بس بنصحك نصيحة. هذا فندقنا، في طابع انجليزي عليه. هذا طال عمركم اللوبي مال الفندق، هذا اللوبي مال الفندق. شفتوا اذا شفتوا المربعات الستايل الانجليزي هنا قدام الفندق. هالشارع قدام مره قدام الفندق، كل الخدمات مره في السنتر الفندق. يا اصور لانه ما ادري بخصوص النت الحين كيف الترتيب. الحين ان شاء الله ننطلق ونخبركم اهم الاماكن. تحياتي لكم ان شاء الله. الجو جميل في بلجيكا ما شاء الله، درجة الحرارة الحين الظهر عندهم 19، ماشيين رايحين ساحة الجراند والأمور طيبة. صورت كم من صورة بالتليفون الثاني ولكن
نت ماشي، فركبت النت في هذا التليفون، رد الحين شوية شوفه يشتغل إن شاء الله ما يعلق. خدت شركة أورنج 4 جيجا ب 30 يورو. اليوم لابس قميص صفرا زعيم عن المطار. يعني يوم انا لبست فانيله سودة ترد تلبس صفرة؟ يعني شيء يعني هاي خلطتها معاك يا اخي، يعني لابس سودة عشانك ترد تلبس صفرة؟ ما يصير الكلام هذا يا اخي. انت بتروح معي ولا معاهم الحين؟ معاهم. معاهم ولا معاي؟ معاهم. معاهم؟ ما تبغى اوديك الكوفي نعلمك على الكابتشينو والموكا، ما تبغى تتعلم؟ ها؟ لا بابا. ها؟ لحظة بصوركم، وقفوا عشان أصوركم، سوي شيء عشان أصوركم، يلا سوي شيء بصوركم مزنا. حب التجيز، حب التجيز، حب التجيز. حلو الشارع مسكر مخلينا حق الناس، شوفوا شارع كامل ما شاء الله، مطاعم ويلسات، شارع جميل ما شاء الله. بروكسل طال عمركم فيها 500,000 مسلم، أكبر نقاط بيع شوكولاتة في مطار بروكسل طبعا في بلجيكا. الدولة سمحت بالموت الرحيم في 2002 طبعا بلجيكا، عندكم أول ناطحة سحاب سوا في أوروبا عندهم هني طبعا بلجيكا، طولها 96 طابق، يعني أطول طرام عندهم افتتحوه، أطول خط رام فتحوه في 1885، يعني طرام من 1085، يعني لا المهم أنت فهمت الموضوع. يعني زع الكلام اللي قلته صح ولا يقصون علينا هنا؟ ها شو طالع؟ شيكم تنح؟ شو طالع حجي دكتور؟ شيكم تنح؟ شو طالع؟ طالع عمركم مصنع الجبن ساعة جراند، كل أماكن محددينها اليوم تقريبا في طور 4 كيلو. الجو جدا جميل اليوم، يعني العالم كله تمشي ما شاء الله. بلجيكا قلت لكم ياي اكل حلاوة يا شباب، ترى هذا مش زيتون، حلاوة هذه طبعا حلاوة بلجيكا، يعني بلجيكا يومين بس اكل حلاوة. تفضلوا هذا كله حلويات، طيب هذا كله حسبه خبز انا من البداية، كله حلويات ما شاء الله. شو بلجيكا كله حلويات. هاي طال عماركم ساحة جراند، ولكن شكلهم عندهم شغل اليوم، عندهم شغل في الساحة، شوف خادمون شيء، عندهم معرضة، عندهم شيء، الجو ممطر على فكرة. شفتوا هذيل؟ بعضهم فيهن شحم الخنزير، كيف تعرف اللي فيه خنزير؟ شفتوا هالإشارة الحمراء؟ الإشارة الحمراء هذه يعني فيه خنزير، خلينا نشوفها ما في ما في، شوفوا هذا الإشارة الحمراء حرف البي فيه خنزير. هنا كيف اسوي دايت؟ اريد اعرف الدايت كيف يستوي في البلاد هاي. الجو ممطر أمطار، ها شو هذه طال عمركم حديقة بروكسل، بس الجو صراحة يعني أوعى وشك. أسعد الله مساءكم ومساء الخير، الجو الأمطار تنزل عليك. في ناس سألوني من الأوتليت إلى بروكسل 150 كيلو تقريبا، بالضبط 150 كيلو تقريبا. اليوم طال عمركم ساعة
صراحة أمطار، يقول هاي الساعة مطر وعقب ساعة ممكن تطلع الشمس. هذا هو فندق. عليك مالك زي كيف كيف انت لي بناو تليفون يا ابوي اللي فيه جل بريك ما ينفع يوم تسافر كله يعني ما رم تصور شيء صورت اشياء وايد وكلها صارت ردنا على تليفوننا العادي لان طحنا مطعم تركي صراحه يسوي فلافل وشاورما وبطبيعي صراحه الفنادق صراحه اللي اصلا صير يشتغل بهالطريقه وايد فنان شو محديك ابو انت لا تيجي هلا 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 لازم حلويات معك هاي ابوي بلد الحلويات نحن وين شو وين شو بربز شو بربز بربز نحن وين بوكسل مش بوكسل بروكسل قولي بربز لا لا بروكسل 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 قولي بربس تعرفين انجليزي؟ يلا تكلمي بعد 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 شو؟ مشو لعنوا اصل فندق من الحشره طلعيته مسكين واحد يبي تعالوا تعالوا مشيتهم اليوم كم كيلو ما شاء الله قلت على اساس ان يتعبون يردون شو سوي جيب الفندق على راس بالفندق تبون بياسين في البيت نحن الجو جدا ما شاء الله جميل الجو بارد وفنان والناس تمشي موقع وايد حلو ها اللي حاطين رحله واحد محتج قال لي انت ليش تروح بروكسل انا ما قلت بروكسل والثاني قال لي ليش تروح ديزلدوف انا ما قلت تروح ديزلدوف لو الاختلاف الأذواق لبارة السلع زي ما يقولون المهم هم رتبوا الجودة البس وأنا مرتاح يعني شفت المكانين وحلوات أنت يا أخي خذ فكرة فعلى بكرة زي ما يقولون في مصر يعني مزنة مزنة جانيت جاكسون أنت مو مزنة أنت حبتين هنا على صدق الشارع يمينان ساعة كان وايد مزدحم الحين فاضي الحمد لله خفيف لأن المحلات أصلا سكرت كلها سكرت بس صدقون ولا حمامة رامت تحل في الأرض طاو أكي وحدة بعيدة كبركضون عليها طادة طاو جالبين الدنيا على راسهم زي هذاك قال يا أبي فلوسي أنا أبي فلوسي بسوي إزعاج في ثيم حق بروكسل يا جماعة من الصبح أشوفه أبغي أنزله بس ما أعرف شو قصته يعني شكله مو بحلو يعني بنزله شوفوا بنزله لكم شوفوا لعبهم بالسحر ما جوابهم قال له ما تروم تنزل يدي قال هاتي هذا الريال قال له ما تروم تنزل يدي قال له براوي كنزل يدي قال ما ديش سوابه نروح نزل يده مسكين قال لي تعال جرب قلت لا عبي حصلت صومالي قال لي من ساوث افريكا يا طبعا احنا نعرفكم والله من بعد عايشين وياكم اصلا الصوماليه من استوينا نحن كيف ما نعرفكم قلت له اسكورن قال لي نبت تعرفون شباب شو اسكورن نبت يعني كيف الحال يعني تمام هذا الشارع عدال الفندق شفتوا الشارع هذا عدال الفندق بس مش كم تبقى مش الصبح تسوق فيه كل محلات شوف محلاته حتى حلوة ما شاء الله الشيء اللي ما عيبني فيها صراحة فيها شحاتين يعني بروكسل فيها شحاتين ما أدري شو جنسيتهم بس فيه شحاتين أوريكم طاعة طاعوا الصورة ها شفتوها شو شايفين كلب يربعون زعيم الكلب وين الكلب وين صار وين راح الجماعة الزغير طعم تيودين كلهم فيه طبعا عشان شو؟ عشان هذا ش...
شارع جميل ما شاء الله طالع. نمشي من متى نمشي؟ ما ادري 3 كيلو مشينا ما ادري كم. وايد في هذا الشارع. قلنا بخبركم بعض المعلومات، ليش نزلنا في فرانكفورت خبرتكم. ليش رحت دوزلدورف؟ على اساس اني اقرب على هولندا بدل ناخذ طريق واحد. طبعا خلصنا من هولندا خطط يعني اجفاف هولندا زي ما يقولون، بعدين رحت بلجيكا. ليش؟ لانها قريبه. هولندا على اساس اني اقرب على بلجيكا. بلجيكا بين فرانكفورت ودوزلدورف ساعتين، بين دوزلدورف والاوتليت في هولندا 60 كيلو، مش وايد، اقل من ساعه. بين هولندا وبلجيكا 150 كيلو، طريق مفتوح، السرعه ثابته 120. هنا يتكلمون اللغه الفرنسيه في بروكسل واللغه الهولنديه، يتكلمون هاللغتين. هنا وايد عندهم جزائريين ومغربيين. اغلب المحلات يتكلمون انجليزي بس شوي، ها مخبق بس يفهمون شتبه. اكلنا تونا عند واحد تركي فلافل بس مو طبيعي ما شاء الله. غثوا الحمام، ما خلوا حمام. متعمد انا يوم اتكلم معاكم اصوركم المدينه يعني، وانا اتكلم على اساس تشوفون يعني المكان. كان جميل، جو بارد. ما ادري ايش طالع لهم اسد، ما ايش طالع شكلهم تعلقين. يا شباب هدوني يا شباب. ما ادري ايش سواه برقده، ما ادري ايش سواه دعوزه. شو تبي عويه مسكين. في اوروبا يسدك تجلس اي مكان بارد بس ما تبغى شيء، تجلس في جو بارد مش لازم تحوط، انت تحوط صغاريه استانسوا مساكين. هذا محل ايلام مال لندن جودو. هذا باباته تقول تسقرني باباته، هذا دلعني وانا. عندهم الفور جي سريع، سرعه غير طبيعيه عندهم الفور جي، سريع جدا. المهم انتم شوفوا المناظر وانا امشي. اي صح، البلد كلها ما شاء الله جزائريين ومغاربة ما شاء الله، وايد منهم صغار وكبار وناس وايد متحجبين عندهم. بابا كيف ركبوا البنات؟ ركبوا البنات؟ يسألكم الشباب كيف ركبوا البنات هنا؟ كيف جابوا البنات حطوهم هنا؟ كيف حطوهم محمد كيف؟ نقزوا على الليت راحوا مني. صح نقزوا مني على الحديده هاي، عبدوا على الليت وعقب صاروا هناك. صح بعد منطق صراحه. قول كيف نزلوا البنات من هذا؟ كيف؟ ما نزلوهم بعدين يا صاد فوقك كنا. ها؟ ما نزلوهم. شو تقولين؟ ايه حلاوه حلواني. صح كلامك. شو قلت حق الريال؟ شو قلت له؟ سلام عليكم. يا استلهم هني كلهم سلام عليكم. ها زين ما قصرت. الباب المتحرك مبندينه، قالت ماشي حال في الدش منها. خلاص بندوه الفندق، يلا قوموا روح البيت. خلاص بندوه، خلاص يلا قوموا روح. الحين نعطيكم طال عماركم فقره المعلومات. يقولكم ألمانيا غزت بلجيكا عشان تدخل على فرنسا. يا حبيبي يا هتلر. بلجيكا سنويا تصنع 220 ألف طن من الشوكولاتة. بحاول أخلص على الأقل 2 كيلو قبل لا أصير. وهذا هتلر الحبيب مصور عند برج إيفل. طبعا سمحونا شوي يلي بريك خربان. شتو الحبيب ومصور في منطقة اسمها سبا في بلجيكا، كانوا يونا الرومانيين أساس يتشافون فيها، منطقة باردة ينبوع بارد، فسموا سبا عن المنطقة هذه. يقولكم من بلجيكا طلع الوافل والفينش فرايز والشوكولاتة، هذا كله من بلجيكا طالع. نعطيكم معلومات إن شاء الله ما يهمكم. المهم إحنا كنا الحلويات وكنا الوافل لين عيننا انطرت، قصدي لين شبعنا، وباقي الفينش فرايز الحين بروح ناكله. سمعت في خيانة، حد ياكل باستا من العيال، بروح أشوف شو هالباستا اللي يأكلونها. شو عندكم؟ ما لحقت شيء، كلوها كلها الباستا اللي محتشرين عليها. أكلتي؟ سيفود كلتي؟ يا ساتر. يلا روحي.